عليكم اخوان، كي داير؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحه الامور مزيانه. اليوم جينا نوريكم الوصفه ديال الباتي اللي غنصاوب الى سخر الله. هذه زرعه القرعه منقيه يقطين، وهذه زرعه نوار الشمس منقيه، وهذا الشوفان، وهذا الحمص ديال تركيا، وهذه البكتيريا النافعه كينات صيفطو من الناس رضوان اللي ساكن في هولندا الله يجازيه بخير، وهذا بسكوي مسوس ديال الزرع. هادو هما المكونات اللي غنديرو بهم الباتي. احنا غنطحنوهم وديك الساعه نوريكم الطريقه عاوتاني كيفاش ايطاب ايطاب. السلام عليكم اخوان، هاي الامور وجدات. درنا العام سيدي 170 غرام ديال البسكوي، و100 غرام ديال الشوفان، 50 غرام الحمص، و70 غرام ديال الزريعه ديال اليقطين، زائد 50 غرام ديال الزريعه منقيه. صافي دابا هادو غادي نخلطوهم. انا راه ما عنديش كي ندير نشد، حنا بحال هاد الطريقة هادي. نديرو هادشي هكا هاد الطريقة، تخوت راه صحية 100%. السلام عليكم اخوان، هاهي الباتي وجدناها، هي هادي. واللي بغى يزيد معاها منين تبغي تعطيها للطيور، كاين اللي كيزيد معاها البيض، كاين اللي كيزيد معاها البريكولي محكوك. ايوا هادشي اللي كاين. الخوص والمرة الجاية غادي نقدمو باتي ديال العياجة نفس الطريقة، هي مواصفات مبدلين، ماشي بحال هاد الطريقة هادي. والله يسخر الجميع، و نتمنى عام مزيان كاع الموالين.